تعال نروح لنموذج عكسي، شاب رائع اسمه إبراهيم. الباشمهندس إبراهيم إن شاء الله بعد ما يحصل على بكالوريوس الهندسة هو في سنة تالتة. شوف بقى هنا الفرق، إبراهيم اللي كسب احترام وثقة الكل، عيلته وأسرته وأبناء قريته اسمها النمسة، مش النمسا خدوا بالكم، النمسة في الأقصر، بعد ما فاز في مسابقة التصميمات الهندسية، ودي مسابقة عالمية بتقام تصفياتها النهائية في ألمانيا، ووصل للنهائي في ألمانيا. إبراهيم بعد ما فاز في المرحلة الأولى وبعد كده فاز في المرحلة الثانية، بدأ يحط أفكار جديدة لتعديلات المشروعات. شاب سنة ثالثة ما شاء الله، تم اختياره ضمن 50 طالب وطالبة، وقام بتقديمات مختلفة في المرحلة الرابعة، وتم اختياره ضمن 10 الأوائل زي ما بتقولوا الفائزين، واللي تأهلوا بقى للمرحلة النهائية في ألمانيا، وحصل على المركز الثالث على مستوى جامعات ومعاهد مصر العليا، المعاهد العليا مش مصر العليا يعني الصعيد، في تصميم المشروعات. خلوني اخد شاب الواحد ينبسط ويفخر بيه ويقول له ما شاء الله، ده اولا وعفارم عليك يا هندسه. ازيك يا ابراهيم؟ ازي حضرتك استاذ يوسف؟ اخبارك ايه يا صديقي؟ الحمد لله بخير، وازاي حضرتك؟ كويس حبيبي، انا الحمد لله. كلمني اكتر عن المسابقه يا ابراهيم، واشتركك فيها، عرفت بيها ازاي واشتركت فيها ازاي ووصلت للنهائيات في المانيا؟ والله الحمد لله، يعني بفخر البلد عندنا والمعزين، يعني كرم ربنا والله اول حاجه واخر حاجه. الحمد لله وشكر لله. في البدايه احب اشكر معالي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، الذي اتاح الفرصه للشباب والمشاركات المجتمعيه في بناء ونهضه بلدنا الحبيبه مصر. حلو. فالحمد لله قدمنا في المسابقه في المعهد العالي للتعليم العالي للبحث العلمي في المؤتمر. الجامعه دخلتني في المسابقه، والحمد لله يعني تاهلت في المسابقه وفزت يعني بالمشروع بتاعي، والحمد لله يعني ربنا اكرمنا، فعملت دخلت في المسابقه على 380 طالب، وكل معهد وجامعه دخلوا ب 10 طلاب، وانا من ضمن المعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا بتاعي. فاستعنت بالمشروع اللي هم الذي قدموه به، فانا دخلت بمشروع تطوير الجامعه في الاقصر، والحمد لله يعني استخدمت فيها جميع وسائل المعلومات الحديثه، واستخدمت يعني فيها اللي هي التقنيات، واستخدمت الانترنت، واستخدمت يعني التكنولوجيا الحديثه. بدات اقرا في عده ابحاث للتاريخ الهندسي او في العماره، كما قمت بالاستعانه مع الدكاتره في المعهد العالي، وقمت بالمعلومات التي يعني كانت السبب في نجاحي في المشروع بتصميم المجسم بتاع الفرع في الجامعه بمدينه الاقصر، يعني ايمانا بقياده الجامعه باهميه عزوه، يعني باهميه الجامعه صح عزوه للصعيد، وتوفير مستوى مميز من التعليم لابنائها في يعني في ربوع مصر الغاليه. يس. فيعني الحمد لله يعني تطورنا، واستخدمت فيها جميع التقنيات للجامعه الاهليه مثلا في الاقصر، يعني لتوفير التعليم في الصعيد ومربياتنا يعني وكده. طب ده شيء رائع جدا يا باشمهندس ابراهيم. قول لي باشمهندس ابراهيم بقى، يعني ان شاء الله كده انا عايز اسال سؤال، انت كان عندك واسطه مثلا عشان تشترك في هذه المسابقه؟ لا لا لا، بمجهودي. أه. يا راجل بمجهودي الحمد لله، يعني قمت بالتفكير، يعني ضغطت على نفسي وجبت معلومات، وقعدت ابغى واقرا في الابحاث واجيب من النت، بحيث يعني اصمم من يعني اطلع افكار جديده، بحيث يعني تجذب مثلا الدكتور قدامي، واستعنت برضه بالدكاتره في المعهد العالي للهندسه، بحيث يعني اجيب افكار وانتج يعني افكار جديده، بحيث اقدمها يعني للدكاتره، بحيث يعني استخدمت مثلا يعني استخدمت مثلا يعني ازاي اوجه النظام الاضاءه في المكان السليم، والتكنولوجيا يعني جبت ابحاث وقريت وجبت من العماره المستدامه والمقرات، جدع، واستعنت يعني بالدكاتره وكده. عارف انا سالتك
انا سالتك على حكايه الواسطه دي ليه؟ عشان دايما احنا ايه يقول لك يا عم ده تلاقي عنده واسطه قريب ولا صديق ولا معرفه ولا بتاع. انت بمجهودك قدرت انك تشترك في المسابقه، وبمجهودك قدرت انك انت توصل للنهائيات، وبمجهودك وصلت المركز الثالث، والمره الجايه هتاخد اول، مش كده ابراهيم ولا ايه؟ اه ان شاء الله جدع. بحاول اقدر يعني اضغط على نفسي بحيث اجيب افكار جديده، يعني بحيث اسافر لما يعني اشرف مصر يعني اطلع او انتج يعني مثلا افكار جديده بحيث يعني ايه تقدم في المسابقات في المسابقه في المانيا وكده باذن الله ابراهيم. وان شاء الله نشوفك اجدع باش مهندس ابراهيم عبد العاطي طالبا بالمعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا. تحية كبيرة لأولادنا في الصعيد اللي دايما مشرفيننا والله العظيم، ولادنا وبناتنا الصعيدة. جيب لي تحية كمان مرة وسلامات مربعة بصراحة للصعيد. الواحد الحقيقة يا أخي لما يقعد يشوف النماذج اللي بتطلع من بلدنا، ونشوف النماذج مثلا اللي بتطلع من بلدنا في الصعيد، لما يجي ساعات كده ساعات يحصل أخطاء على التصورات فيما يتعلق بصعيد مصر، والتصورات فيما يتعلق بسيدات وفتيات صعيد مصر العظيمات الرائعات اللي دايما رافعين راسنا كلنا بصراحة. فالواحد لما بيجيب النماذج دي من الشباب بيبقى سعيد. تشوف مهندسات ومهندسين، دكاترة أو أطباء وطبيبات، مدرسين ومدرسات، إلخ إلخ، على مختلف المناحي وعلى مختلف التخصصات، تفرح.